بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز على كل من يصلي ويتوضأ ويصوم أن ينوي ناطقا بلسانه أم يكفي بقلبه فقط؟ النية في العبادات شرط لا تصح العبادة إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنطق بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، ولا لمن أراد أن يصلي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي. فإن قال قائل أنا أنطق بالنية تحقيقا لها، قلنا هل هذا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، وإذا لم ينقل عنه أنه كان ينطق بالنية دل على أن ذلك ليس من سنته ولا هدي عليه الصلاة والسلام. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ابن عثيمين رحمه الله.